السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي باش ما خليكمش تقلعوا من الخميس للخميس باش تشوفوا إن فيديو، زدت لكم إن سيري سبيسيال أنت على ديرني روغار توجور. سامبلومون هالمرة غادي نبدا الجهة الشرقية لجامع قعقاع لا سيتي، يعني حتى لعند عمي بن يحيى ولحد تاع المقبرة. لا بروميير فيديو من لا سيري هذه إن شاء الله نبعثها لكم الحد ان شاء الله يا رب العالمين، ومن بعد نولوا كل اثنين اثنين نبعثوا وحده، هكذا نولوا عندكم زوج في الاسبوع الاثنين والخميس. جامع قعقع، جامع قعقع هنا في لاسيتي قديم في الحقيقه، كان يقري فيه سي محمد اللي هو من اصل مغربي الله يرحمه، من بعد كي كبروه كان كيدير دروغام، كان يصلي هنايا ولد غام كذلك يدرس هنايا، الله يرحمهما ويغفر لهما يا رب العالمين. هنايا مقابل المسجد تاع قعقع، هذه السكنة اللي قدامنا كانت تاع العباسية، العباسية كانت عندها تلفزيون من الأوائل هنايا في دوار ماركة، ودخلنا باش نتفرجوا التلفزيون هذاك ب10 فرنك دي سنتيم في السبعينات. نعم، هذه السكنه اللي مقابلتنا تحت هذه عندها الدخله من تحت، من بعد نفوتوا عليها انت ميمون الزربوطي. ميمون الزربوطي هذا من اصل مغربي، كان يدير كالزربوط بكري وسموه الزربوطي. هذا الحانوت هنايا في القنت كذلك من الاوائل هنايا نتاع بن عيسى المغربي. بن عيسى هذا مشارة في الناظور دروك، وعنده ولده يسموه عزيز. نعم عزيز، هذه سكنة كبيرة، هذا ثلاثة أو أربعة بيبان نتاع محمد المغربي، من بعد سكنها قويدر تيارتي. نعم، أنا دخل منا ولكن هولو غاليك تحت، عندها دفن كذلك بيبان من جهة تحتانية، ولا يسموه قويدر التياتي اللي ساكن فيها دروك. هادي حتى لهنايا هادي كذلك منا قويدر التياتي، عندها 4 تاع البيبان. هادي السكنة اللي مقابلتنا ليه هاديك نتاع ميمون الزربوطي، هذا اللي كنا اللي هدرنا عليه الساعة من الجهة الفوقانية، ها الباب تاعه منا لك، هذا هو ميمون الزربوطي. هذه هنايا السكنة تاع الحاج بن عيسى المغربي، اسكنها فيها من بعد بكرة، هو اللي كان يسكن فيها. السكنة هذه اللي مقابلتنا هي تاع حمودة. اما السكنه هذه ما كانتش كاينه، ما ندخلوش في التفاصيل لانها جديده، كانت الصمه هذه هي كانت التاليه هنايا، وكان هنا غير الشمع. هذا حوش حموده الجهه التحتانيه، لان حوش كبير وقاسمينه على اثنين، كان كاع حوش حموده عندها جهه من فوق وجهه من التحت. هذا حوش كادير الاول، كادير في الحقيقه هو غني عن التعريف في لاسيتي، لانه كان يشري ويبيع في الحواش وده محمد. نعم، هذا حوش عمي يخلف الله يرحمه ويوسع عليه والله يجعله من اهل الجنه ان شاء الله. هذا الحوش بكري كان يربي فيه المعيز، ومازال الستيل تاعه كما تاع العرب تاع بكري. هذا الحوش على سبعين كانوا بكري، الحوش في الوسط والديار دايرين به ما شاء الله. ندخل الحوش انت قصوص،
هذا هو حوش قصبس. أنا حوش كبير هنا. حوش كبير عندهم هنا وخال منها مليح. حوش قصوص لمولاه أحمد اللي عندها الولدها الميلود مولو عسيف الدين عبد الله والهواري الله يطول في عمرهم. عائلة في الحق محترمة. هذا هو الحوش تاعهم. لو ببليوتك ما تداوش. هذا هو حوش قصوص هذه كوزينة هنا عندهم. حوش عندهم كبير ما شاء الله. كل إنسان صوره وينسى حومته القديمة ما ينساهاش القبر تبقى في عقله ديمة. وأنا حومتي راس العين وأنا حومتي راس العين راحت وما بقاش هدمت وطاحت وبقى دمعة في العين ديك الصورة ما زال في عيني للبارح. هذا الحوش اللي حدا انت قصوص او حوش قصوص هو اللي قاسم. هذا نظن انت راه قاسمه هنا بركه. هو راه قاسمه. هو راه قاسمه. هو هذا كاع واحد. هذا حوش غير واحد ولا قاسمه؟ هذا كذاب واحد. هذا الحوش انت عمي ابو عزه الله يطول في عمره ان شاء الله يا رب العالمين. حوش تاعها قديم بزاف قديم قديم من من منذ سنين كما بناوها نهار الاول مازال باقي كما هكذاك. الله يطول في عمره ان شاء الله. رانا مهودين نشوفوا من جهه بن يحيى ان شاء الله كيدير الدعوه ولكن طيق منا ود عمي شينا بزاف 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 باش ود معاه انا يطلع معاه يلقى جرونجاس. هنا انا من جهة بن يحيى الله يرحمه في الجبل مرة لقينا زوج مغارات كانوا بانينهم دارهم ديار السكنة تاع من الله يعلم. هاني نشوفوا هالمغارات كيف دايرين وباردين. هنايا انا شق ديار بن يحيى مغارات ديرها شومبر هادي هاتي الباسو كاع غيرهم. والمغاره الاخرى كذلك هنا حداها هي هم بنين عليها داير لها باب داير لها تاقه داير لها شومبر. نمرة 6289 هادو المغارات جايين شق عمي بن يحيى الله يرحمه. هادي السكنة تاع سي سعيد. سي سعيد جاية مورا سكنة عمي بن يحيى وسكنة كبيرة ما شاء الله. سكنة فيها 7 أو 8 ديار كبيرة كبيرة بزاف كاع ديال فيها لماس بهم. هذه سكنة بودربالة. هذه سكنة بودربالة. أشوف فيها عمي بن يحيى. هذه سكنة عمي بن يحيى الله يرحمه. هذه هي سكنة